طب ويمثل فلسطين في المحافل الدولية. طموحات هذا اللاعب ورغم صعوبات الحياة في الأراضي الفلسطينية لا تعرف حدودا، وهذا ما يرصده لنا مراسلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وائل الشيوخي. قرية اللبن المسيجة بنبتة الصبار والمحاطة بثلاث مستوطنات إسرائيلية أنجبت هذا الرياضي الطموح حمزة زيتون، فلسطيني الجنسية، فلبيني المولد، يدرس الطب في الفلبين التي نشأ فيها وتعلم رياضة الكونغ فو التي تعتبر من أقدم الرياضات القتالية منذ صغره. ومثل الشاب الطموح فلسطين خير تمثيل في هذه اللعبة التي تعتبر من أقل الرياضات انتشارا في الأراضي الفلسطينية، وكان له فوق ذلك طموح أكبر بكثير. طموحي أن يكون كل أنها تصل لعبي لكل شاب في العالم، وأن يكون خاصة بالدوري الفلسطيني كل مواطن فلسطيني أن يكون حامل اللعبة هاي، أن يكون قوي، أن يكون على قد المسؤولية وينشر هذه اللعبة باسم فلسطين وباسم أنه تعلى راية فلسطين على جدران القدس. الكونغ فو ليست رياضة استعراضية فحسب، بل هي رياضة يكتسب ممارسوها القدرة على القتال والدفاع عن النفس، كما أنها علاج فعال لبعض الأمراض النفسية التي يتعرض لها الإنسان بسبب الحصار والتضييق والتهميش، وهي أمور منتشرة بين أطفال فلسطين. كنت طالب أنا صغير عنده مشكلة، عنده توحد، يعني عنده في الروض هوت الوحيد كان مزوي، بس في فترة من فترات الوالدي جابته عندي صار يتفاعل وصار يعني مش سوشياليزيشن مش اجتماعي لدرجة، فمع التدريب مع شوي كان تحرك صار ينطق ويحكي وتغير. رياضة الكونغ فو بتعلم طريقة الدفاع عن النفس وفي الفنون القتالية وبتخليني أثق بنفسي يعني وأفرغ طاقتي فيها، لأنها لعبة يعني حلوة وأنا معجبتني. ربما هذا المكان المتواضع في قرية اللبن الذي يسمى تجاوز النادي الرياضي هو الملاذ الوحيد للأطفال الذين استطاع حمزة استقطابهم ليمارسوا هذا النوع من الرياضة أمام افتقاد القرية لأي ملعب أو حديقة أو ما شابه ذلك، مما قد يعوضهم عن معاناتهم اليومية ولو لبعض الوقت. صبر الفلسطيني كالصبر المعبد بالأشواك، والإنسان القوي خير من الضعيف، فالقوة تخرج ما بداخله من كبت وقهر جراء الاحتلال الإسرائيلي ويحمي نفسه من ظلام ليل دامس. والشيوخ الجزيرة الرياضية من قرية اللبن الغربية.